هلو جايز، صافا كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كامل بكم مزيانين ان شاء الله. مرحبا بكم معايا في النوفيل فيديو. لا فيديو غادي تكون اون جورني دون مون اسيت، وات اي ايت ان ا داي. غادي تشوفوا معايا شنو كناكل في لا جورني ديالي من الصباح حتى الليل. في الحقيقه هاد لا فيديو ديما كيطلبوها ليا البنات، وفي اخر فيديو كنت حطيت لكم كانوا شي جوج ولا ثلاثه البنات كتبوا لي في لي كومونتير عافاك فيروز ديري لينا وات اي ايت ان داي، يعني بغينا نشوفوا شنو كتاكلي في الفطور، شنو كتاكلي في الغداء، في العشاء. قلت مع راسي بوكو با فيلميها لكم هذا النهار هذا ان شاء الله باذن الله. هو في الحقيقه كنت باغا نديرها في انستغرام زعما هكا ان فورما ريل كوم سي يجي داكشي رابيد، ملي زعما جاتني لا دوموند كثر في يوتيوب اللهم نديرها في يوتيوب. بعدا قبل ما نبداو هاد لا فيديو هادي غادي ندير لكم ليتل كليمر، بغيت نقول لكم بعدا انا ماشي نوتريسيونيست، انا ماشي طبيبه، ماشي سبيسياليست ديال التغذيه ولا شي حاجه. كناكل انا داكشي اللي كيعجبني وكنحاول الاكيليبر، يعني ما ناكلش ديما داكشي اللي خايب وما ناكلش عاوتاني غير داكشي اللي مزيان. كنبغي مره هذا ناكل شي حاجه اللي بوغ مو فير بليزير. هادشي اللي غنبارطاجي معكم في هاد لا فيديو هادي ما كيعنيش انني كل نهار كناكل بحال هكا، حسب النهار واش عندي فيه لاكتيفيتي بزاف، واش غادي نتحرك فيه بزاف ولا ما غاديش نتحرك فيه بزاف، واش عندي لقانا انني نطيب 3 ريبا ولا نطيب غير 2 ريبا. وصافي بلا ما نطول عليكم بالهضره بزاف نخليكم مع لا فيديو. تفكرت انه خاصني شحال من حاجه في الدار، دونك قلت غنخرج غابيدمون نجيب غير داكشي اللي خاصني نرجع للدار غابيدمون ونكملوا لا فيديو. دونك جبت غابيدمون داكشي اللي كان خاصني ورجعت كنتجرى للدار باش نصاوب الفطور ديالي. كان فيا الموت ديال الجوع، غادي نصاوب لي بانكيك صحيين دو ديال الشوفان والبنان، جو بونس راه بزاف منكم غيكونوا عارفينهم. غير انا هذه هي الطريقه اللي كندير، دونك كيف ما شفتوا كندير بنانه هي الاولى، كنقطعها كنطحنها مزيان مع بيضه. نورمالمون هاد لي زانغريديون اللي غادي نعطيكم غيخرجوا لكم لا كونسيتي ديال جوج ديال الناس، اولا الا كنتو بوحدكم تقدروا تاكلوا فيهم جوج د المرات. المهم كيف ما قلت لكم البنانه كنطحنها مزيان، من الافضل البنانه اللي غتخدموا بها تكون طايبه وتكون شويه حلوه، حيتاش هاد لا غوسيت ما كنديروا فيها لا سكر لا والو. صافي اون فوا كيتخلطوا داك البنانه والبيضه كنزيد 80 غرام ديال الحليب، خدمت بالحليب سون لاكتوز، 100 غرام ديال الطحين ديال الشوفان، هذاك الطحين اللي وريتكم شريته من مرجان، وكنزيد 5 غرام ديال لا لوفور شيميك. كنخلط مزيان، تقدروا تخلطوا في الثيرموميكس في مولينكس ولا غير بالطراب اليدوي. جايز هكا خصها تكون لا تيكستور ديال العجينه ديال البانكيك، ما خاطره بزاف ما جاريه بزاف. وصافي هنا ديريكتومون كندوز نطيب لي بانكيك ديالي، ما تخليوش العجينه ترتاح، راه ديريكتومون غير كيوجد لكم الخليط ديريكتومون خصكم تبداو طيبوا فيه. دونك كتسخنوا المقله مزيان وكتنقصوا على البوطه ما تخليوهاش مجهدا، وكتحطوا شويه من العجينه بهذه الطريقه هذه كيف ما درت انا. وصافي اون فوا كتبان لكم بداو كيخرجوا واحد البواقات من الفوق كتحاولوا تقلبوها، ردوا البال انها ما تحرقش لكم، وكتقدموهم على هذا الشكل هذا. بيان سور راه تقدروا ترافقوهم باي حاجه كتعجبكم، كونفيتور، عسل، شوكولا اتارتيني. انا درت شويه ديال البيغ دو كاكاويت، شويه ديال العسل، وان مورسو شوكولا نوار من الفوق. جايز كيف ما شفتوا هما الهيلثي بانكيكس ديالنا واجدين، شو الريحه ديالهم فريمون كتشهي. هاد البيناس باتر اللي درت راه بيان سور مسوس، درته مع العسل. الا ما عمركم ما جربتوه مع البانكيكس جربوه، راه فريمون كيجي بنين مع البانكيكس لواحد الدرجه ما يمكنش. انا حيتاش كيف ما شرحت لكم البنانه اللي خدمت بها في البانكيكس مسوسه، داكشي علاش درت العسل من الفوق، تقدروا تستغناو عليه. باغ اكزومبل الا كانت البنانه عندكم طايبه بزاف راه كتكون حلوه، دونك ما تحتاجوش انكم ديروا العسل، فهمت؟ وعلى حساب كل واحد شنو كيفضل. دايوغ يمكن لكم ديروا البانكيكس مع الفخوماج بلون ولي فخوي روج من الفوق، مثلا تصوبوا ان كولي ديال لي فخوي روج. المهم شوفوا نتوما كتادابطاو على حساب داكشي اللي عندكم في الدار وعلى حساب داكشي اللي نتوما كيعجبكم. يوجولي مع ماي بانكيكس كناخد دو تي فير، نورمالمون كناخد دو تي فير افيك دو لامونت، يعني اتاي بالنعناع وصافي، باتاي حبوب ولا شعره ولا بو امبورت، ولا كندير هاد لي ساشي ديال اتاي. ولكن اليوم بالضبط
شهيت انني ندير واحد درينك اللي شحال هادي ما درتو. الناس اللي كانوا متبعيني في انستغرام من 2020 2021 2022 راه كنتو كتشوفوني كنشرب بزاف الماتشا. كانت واحد القصه طلعت ليا في راسي صراحه، واخا هي زوينه ومفيده. دابا غادي ندوز نصاوب معكم ماي ستروبيري ماتشا درينك. قالت لي هاد لا ريسيت في شورتس ديال يوتيوب وقلت ضروري خاصني نجربها. دونك انا جبت معايا الفخيز. اوكي جايز، دونك اول حاجه كتحتاجوا ليها في هاد لا ريسيت هي الفخيز بيان سور. انا راه غسلته مزيان وشللته وخليته يتسقطر وبديت كنقطعو هكا طريفات دي كوب صغيورين بحال هكا. باغ لا سويت غادي ناخذ واحد الزلافه غادي ندير فيها هاد لي مورسو ديال الفخيز وغادي نزيد عليهم واحد شويه ديال السكر فاني. تقدروا ديروا غير نص ساشي شويه ديال العسل. غادي نحاول نخلط داكشي مزيان مزيان مع بعضياته و اون ميم طون بحال نمعك بلا فورشيت. غادي نخلي هاد الفخيز دو كوتي وغادي ندوز نصاوب الماتشا ديالي. دونك غادي نوجدها، غندير معلقه ديال الماتشا، غادي نزيد عليها المطايب. انا مالوغوزمون ما عنديش هذاك الويسك ديال الماتشا صراحه، خاصني نشري. غادي نخلط غير بالمعلقه ولكن من الاحسن الماتشا تخلط بالويسك ديالها كومسا كتوجد مزيان. سي بون، دونك كناخذ الكاس ديالي كندير فيه داك الخليط ديال الفخيز. باغ لا سويت نورمالمون خاصني ندير لي غلاسون في هاد ليطاب هادي ولكن انا مالوغوزمون ما كانوش عندي. من بعد كتزيدوا الحليب، انا درت الحليب سون لاكتوز. مي تقدروا ديروا حليب اللوز، حليب الكوكو، المهم اللي بغيتو، وكتزيدوا الماتشا من الفوق. جايز غادي ندوق معكم هذا الشيء. هاد الدرينك ديال الماتشا ما صدقش ليا كيف ما انا كنت باغا. نورمالمون خاصني ندير لي غلاسون، لقيت راسي ما عنديش لي غلاسون في الكونجيلاتور، ولكن ماشي مشكل غادي نشربو حيت ما عندي ما ناكل ابا. هذا الشيء ندوق معكم بعدا لي بانكيك. بسم الله، شوفوا جاو رطبين بزاف. هما بسم الله واعرين الحقيقه. الماتشا ضروري كتبغي داك الويسك ديالها كيف ما قلت لكم، ولاو كيتباعوا في المغرب. عفش واعر والله. مازال انا راه ما درتوش بالطريقه الصحيحه. الفخيز كيجي فريمون واعر مع الماتشا، غير جربوه والله. الا كانت كتعجبكم الماتشا غير زعمو ديروا هاد ايست ستروبيري ماتشا، وما تنساوش ديروا لي غلاسون. هاد البانكيكس غادي نعطيني 10 على 10 عليهم باسكو جاوا فريمون بنان. وحاجه اللي كنديرها تقريبا ديما ديما وراء اي غوبا هي انني كنشرب كاس ديال الماء. كاس ديال الماء كبير كيف ما كتشوفوا، وبيان سور حتى في الصباح فاش يلاه كنفيق ضروري كناخذ كاس كبير ديال الماء. الحمد لله جايز. المهم انا رجعت لكم، وصلت القصه ديال الغدا. دابا ندخل الكوزينه باش يلاه يلاه نوجد داكشي اللي خاصني نوجد. الوغ اليوم غادي ندير في الغدا الصول في الفران، غير صويلات هكا صغارين، مع جو بونس غادي ندير بوتيتوس في الفران و شي خضيره صوتي. هادشي اللي مشهيه وهادشي اللي كنقول غادي ندير. سينو ما خديت حتى شي كولاسيون. لا كولاسيون كناخذها سورتو ورا الغدا. هادوك لي بانكيكس كنحس بهم فريمون شدوا لي الجوع مزيان مزيان، ما كيجيكش الجوع دغيا الا كليتيهم. وصافي هادشي اللي كاين. دونك غادي نمشي دابا للكوزينه. دونك جايز، اول حاجه قلت غادي نبدا بها هي لي بوتيتوز. خديت هاد البطاطات هادو حكيتهم مزيان بواحد الشبكه باش يتغسلوا مزيان، يتحيد منهم التراب واي حاجه خايبه، حيت غادي نخلي البطاطا بالقشره ديالها. دونك داكشي علاش خاصكم تنيطوايهم مزيان مزيان. من بعد شللتهم مزيان بالماء بارد ونشفتهم بيان سور، وبديت كنقطع البطاطا ديالي على هاد الشكل هذا بحال دي كوب. لاطاي ديالهم متوسطه، ما كبيره ما صغيره. من بعد غادي نديرهم فهاد الزلافه هادي وغادي نزيد التوابل. غادي ندير الثومه بودغ، الملح، البزار، البابريكا فومي، شويه ديال السكنجبير. انا درت هذاك الخليط ديال لي فين زيرب، مي تقدروا تنسمو بلي زيرب اللي بغيتو. وغادي ندير شويه ديال زيت العود ومعلقه صغيره ديال المايزينا. غادي نخلط هادشي مزيان مزيان حتى يتجانس ليا داكشي مع بعضياته، وغادي نخبيهم بابي فين ونخليهم يرتاحوا شويه. اون فوا غيرتاحوا غنديرهم في واحد المول ديال الفران على هاد الشكل هذا، وغادي نخليهم يطيبوا. من الاحسن يكون الفران ديجا مسخنين له. غادي ندوز ديريكتومون نصاوب لي ليغوم صوتي ديالي. هنا اختاريت انني ندير البروكولي واللوبيا، وكم عارفين لي ليغوم فيغ كيبقاو مفيدين بزاف للصحه. دونك اول حاجه درت هو انني بيان سور غسلتهم مزيان، وغادي ندير كل واحد فيهم في كاسرونه فيها المغليان، وغادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت كومسا نخليهم يتسلقوا غير نص سلقه، ما نخليهمش حتى يوليو فريمون هارين بزاف. دونك نسلقهم ولكن يبقاو شادين فراسهم واحد شويه. من بعد غادي نخليهم يتسقطروا مزيان من الماء. غادي ناخذ واحد المقله كبيره غادي ندير فيها الزبده،
و الثومه دونك واحد 3 دريسات ديال الثومه غنخليها تشحر مزيان وغادي نزيد هذيك الخضيره ديالي شويه ديال الملحه شويه ديال البزار وغادي نخليهم يكملوا طيابهم واحد شويه. انا غنخلي الخضره ديالي تتغطى على خاطرها غنحس بها قربت توجد. عاد ديك الساعه غادي نزيد عليها معلقه كبيره ديال الربيع مقطع قزبر ومعدنوس مخلط كوم سا كتجي مسمه وكتجي بنينه. ولا كنتوما مولفينش كتصوطيو الخضره ديالكم في الزبده جربوها راه فريمون سا شانج توتالمون لو غو. الزبده الحيوانيه ماشي المارغارين راه كتجي فريمون بنينه بزاف الا كنتو زعما من النوع اللي ما كتاكلوش الخضره اسي وكتجيكم هكا زعما باسله ولا هذا ديروا هاد لا تكنيك ديال الزبده والثومه في الاول راه فريمون كتجي بنينه بزاف. الزبده راه الا كانت زعما كاليتي زوينه راه ماشي زعما مضره للصحه هي مضره للصحه كثرتوا منها بزاف بحالها بحال كاع لي ليبيد ما مزياش تكثروا منهم وصافي هادشي اللي كاين. واخر حاجه غادي نوجدها هي الحوت حيت راكم عارفين سورتو الصول راه كيطيب دغيا دغيا الا درتوه في الفران دغيا كيوجد. دونك غادي نبدا نوجد لهم لا مارينات ديالهم. هنايا درت معلقه ديال الثومه بودر معلقه ديال الزعتر مطحون العصير ديال الحامض شويه ديال الملحه شويه ديال البزار وبيان سور شويه ديال زيت العود وغادي نخلط هادشي مزيان. عفتوا الا كنتو ما عمركم ما جربتوا هاد الطريقه هادي للصول جربوها راه كيجي لذيذ بزاف. ويكفي انكم ديروا هاد المكونات ما تكثروش بزاف كثرت زعما لي زيبيس ولا هذا ديروا غير هاد المكونات هادو اللي درت داك الزعتر مطحون كيعطي واحد لوغو زوين بزاف للحوت. صافي دونك هنا غادي ندير الصول في المول ديالي وغادي نبدا ندهنهم بشويه بشويه على هاد الشكل هذا بهاد الشيته هادي كوم سا تباديجونا مزيان الحوت بهاد الخليط اللي وجدنا ليه. وان فوا غادي نسالي هاد العمليه هادي هذاك بابي كويسون اللي فرشته من التحت في المول غادي نجي وبحال غادي نطويه دونك غادي يطيب زعما الحوت بابيوت. غادي نحاول نطوي البابي كويسون من جويه بجوج هكذا كيجي الحوت طري وما كينشفش. جاي سي بون هما البوتيتوز وجدوا غادي نخرجهم عرفتوا راه واحد الريحه طالعه يا سلام. غادي نخرجهم وغادي ندخل الحوت ديالي يطيب. كاين بغيت ندوق معكم هاد البطاطا اون ديريكت ما قدرتش نصبر حتى نحط. شوفوا كيفاش كتجي بسم الله جات فريمون بنينه. سي بون جايز دونك هنا كيف ما شفتوا حطيت القياس ديالي دونك شويه ديال الخضره حطيت غير صوله وحده صراحه كافياني وشويه ديال البطاطا. هنا غنبان لكم حطيت شي حاجه اخرى كان عندي الزعلوك وشويه ديال التكتوكه في الثلاجه ديجا واجدين دونك غادي نحط منهم حتى هما واحد شويه كيعجبني بزاف انا هكا الغدا يكون متنوع. بالنسبه للزعلوك راه كنت ديجا بارطاجيت معكم واحد لاوسيت زوينه ديالو في انستغرام ديالي شحال هذه صراحه. دايوغ هذا هو انستغرام ديالي بالنسبه للناس اللي مازال ما متبعينيش في انستغرام دخلوا عندي. سي بون كيف ما شفتوا حطيت الغديوه ديالنا ديال هذيك الخضيره شويه ديال البطاطا شويه ديال التكتوكه وشويه ديال الزعلوك هادو كيف ما قلت لكم راه كانوا عندي اما نورمالمون زعما كان بامكاني نستغنى عليهم غير حيتاش عندي ديجا في الثلاجه قلت نحط منهم واحد شويه. انا صراحه ما عنديش مشكل ناكل التكتوكه والزعلوك بلا خبز كيجيوني لذيذين غير بالفرشيطه كنقدر ناكلهم وزعما ندوز بهم مثلا الحوت ولا الدجاج ولا اي حاجه وصافي. دونك هادشي اللي كاين كنحاول او ماكسيموم انني ندير الخضره زعما ناكلوها شاك جوغ بحال مثلا هنايا عندنا بروكولي عندنا اللوبيا
هذه فيها الفلافل، هذا الدنجال، مطيشه، المهم او موان كتلقى واحد 4 ولا 5 ديال لي ليغوم في النهار. انا هذا هو لو ستيل ديال الغداء اللي كيعجبني صراحه، شويه شويه من كل حاجه، شويه من هذه شويه من هذه، سورتو فاش يكونوا هكا لي سالاد ولا الخضره ولا هاد لي سالاد ماروكان ديالنا، ديال بحال مثلا هاد الزعلوك والتكتوكه ولا باغ اكزومبل غير الخيزو مشرمل ولا المهم اي حاجه كيعجبوني بزاف، نحط منهم بحال هكا شويه شويه كما ما كتحسش بالغدا ممل، فهمت؟ وكيكون كيكونوا فيه بلوزيغ سافور. وصافي بلا ما نطول عليكم بزاف، غادي نمشي نحط الغديوه ديالنا وغادي نمشيو نتغداو قبل ما يبرد هادشي هذا. وحاجه اخرى اللي ما نقدرش انا نستغنى عليها شخصيا، جوبونس راكم وليتوا عارفينها، هي والماس. ديما كناخذها فاش كنمشي ندير لي كورس، راكم كتشوفوني. شوفوا هذا راه ما بوبليسيتي ما حتى شي حاجه، في حقيقه ملي كنت زعما في دارنا مع ماما وبابا ضروري زعما والماس كتكون في الدار، دونك كنكونسوميوها بزاف، كنحط كاس حدايا فاش كنكون كنتغدى. المهم انا راه خويت على راسي داكشي علاش بديت كنضحك. هي راه بيان سور ما فيها لا كالوري لا حتى شي حاجه، دونك زيرو كالوري، دونك تقدروا تكونسومي ومنها افولونتي. كاين شي ناس كيقول لك زعما كضرهم ولا هذا، انا الصراحه كتجيني بالعكس، كتجيني كتعاون في الهضم وشحال من حاجه، وهي غير اوغازوز دونك راه ما فيها حتى شي حاجه اللي زعما مضره للصحه. باك جايز، ماما رجعت لكم، غيبان لكم تقريبا بدا كيظلم الحال، دابا راه كاين الغروب، هدي تقريبا 8 قد قرب المغرب، وجيت للكوزينه ما فيهاش الجوع، كنحس براسي باقا شبعانه من داكشي اللي كلينا في الغدا. انا كيعجبني نشرب لي تيزان بزاف، وفي البرد غنبان لكم لبس هذا، قلت غادي نجي نصاوب اون تيزان. اصلا اليوم في الصباح راه شربت غير الماتشا، غير ما شربت لا تيزان لا حتى شي حاجه، قلت غادي ندير لي واحد الكويس ديال الاتاي. صراحه ما عرفتش جيزيت واش ندير بريريت ولا ندير غير هذاك اللي جبت داك لو تي ديال الساشي اللي فيه الحامض. جو بونس غادي ندير غير هاد اتاي هذا ديال الساشي، و بلا ما ندير واقيلا النعناع، خصي دير ليا الحرقه تي فيغ مع سيترون كيجيني كيعجبني هاد لو ميلونج هذا. جايز كانت بقات لي واحد شويه ديال هادي الحلوه ديال رمض ديال العيد ديال ربي، غادي نحط منها غير هاد الجويجات هادو كنص ندوز هاد لاتيزان ديالي. ام باك، المهم انا رجعت لكم. راه كيف ما كتشوفوا لبست بيجيمتي فيها القلوبه في الرجلين وفيها القلوبه هنايا جوج قليبات. وصلت الوقيته ديال العشاء، ولكن صراحه ما كنحسش براسي زعما فيا الجوع ديال انني نوض نتعشى. نورمالمون في العشاء شنو كندير؟ كنحاول ندير شي حاجه خفيفه بحال مثلا اون سوب ولا شي بلا فريمون خفيف، فهمتوا؟ ولكن اليوم جو سي بلي الا درت لا سوب ما غاديش نشربوها، قلت مع راسي غناخد شي حاجه خفيفه ناكلها، غنحط غير شي خريبيقات بحال هكا نقبوهم ونتفرجوا اون باراليل وصافي. هادشي اللي كاين جايز كيف ما قلتها لكم في الاول غنعاود نقولها لكم دابا، هادشي اللي شفتوني كليتو اليوم هاد النهار هذا اللي دوزتوه معايا راه ماشي ديما كناكل بحال هكا، راه كاينين دي فوا اللي كنتعشى فيهم، راه كيف ما قلت لكم اون جينيرال كنوجد شي حاجه خفيفه، ولكن اليوم بيسكو كلينا مزيان في الغدا ما جاناش الجوع، دونك ما وجدت حتى شي حاجه، ما كاينلاش زعما نوجد غير باش نتسمى وجدت وصافي. دونك اول حاجه حطيت هو هذاك الشيبس ديال العدس، راه ديجا بارطاجيتو معاكم با مال دو فوا، هذاك فريمون ما فيهش لي كالوري بزاف وبنين، انا شخصيا كيعجبني. وغادي ندير حتى هاد الكريم ديسير ديال الشوكولا ديال شرقي اللي كنت ديجا بارطاجيتها معكم، غنحط فوق منها شويه ديال الفرامبواز صافي الله يجعل البركه. هاد الجلسه باغ كونطغ حتى انني نحط شي حاجه ونتفرج اون باراليل كيعجبني صراحه نديرها، كنديرها بريسك شاك جوغ، انا من النوع اللي ضروري فاش نكون قدامت التلفازه خاصني نكون كناكل شي حاجه، هذا ديفو خايب بزاف مي مهم كنحاول نكيليبغي، ديفو نقدر نحط دي فروي ساك، ديفو دي فروي، ديفو شي شيبس ولا شي حاجه. ودايوغ البنات اللي كيبقاو يتسائلوا زعما كيفاش يقدروا يزيدوا لو بوا، راه ساهل بزاف، يسوفي انك تاكلي في الليل، شتي الا كنتي من النوع اللي كتاكلي في الليل راه عندك ساهل تزيدي لو بوا، وبيان سور حتى بالنهار خاصك تكوني كتاكلي وجبات زعما مفيده، وبيان سور حتى السبور حتى هو كيعاون. جايز دونك غنحبس لكم هاد لا فيديو هنايا، جيسبر تكون عجباتكم، الا عجباتكم نيزيتي با انكم تشجعوني بلي جيم ولي كومونتير ديالكم وبارطاجيوها مع الناس اللي عزازين عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه، تهلاو في راسكم، بيزو.